بس خلاص قمت بلاش حرق. ما بس بقى خلاص قمت. بس 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 ما بس بقى نهديك خلاص خارج. عاوز بنت مش طايقين تشوف وشي. النبي اخينا استنى عشان بدي اروح الشغل. الله يخليك فوتوني بقى. استنى انت اخينا يا اخينا انت يا عم ايه خير منين يا عبث؟ انا اسف اعمل معروف سيبني بقى اروح اشوف شغل. ده انت هتروح في داهيه هتروح البوليس يا عم. السبعه الصبح بلاش اذيه. اذيه مين اللي اذى التاني؟ ده انت كسرت سين الكريستال ب 20 جنيه. طب اعمل معروف سيبني بقى اروح اشوف شغلي احسن يطردوني يا تدفع تمن الحاجات دي يا اما اوديك البوليس. يعني انت مش عاوز ليه مش هسيبك؟ طب يا عيني يا بوليس يا بوليس. صباح الخير يا حنفي. يا صباح النور يا اسماعيل يا فندم. اسمع إيه؟ المدير بيدور عليك. ايه صباح المقطران ده وعاوزني ليه؟ ما اعرفش. هو سال عليك 10 مرات تلقى هخش له. ايه كده ولازم اخش له جري؟ قول لي مفيش قدامه كوبايات ولا ادوات منزليه؟ ايه هو ده ولا حاجه. اسكت. ادخل. انا مشتاق لك جدا يا فندم. القلوب عند بعضها. انا عاوزك ضروري يا فندم. انا بين ايديك. ما تتفضل تشرب قهوه. حاضر. رفار. ايه ده؟ يخرب بيتك بوظت الاوراق والمكتب بالقهوه. انا متاسف يا فندم. بتعمل ايه يا حيوان؟ بشرب القهوه تحرير يا فندم. وازاي تتجرأ وتشرب قهوتي يا فندم؟ انا اعمل ايه بس؟ حضرتك قلت لي اشرب القهوه وانا لازم انفذ كلامك. انا مش بقول لك انت، انا بقول لواحد صاحبي في التليفون. هو معقول يا فندم تسقي واحد صاحبك قهوه في التليفون؟ انكتم. حاضر يا فندم انكتمنا. تعرف انا كنت عاوزك ليه؟ والله ما اعرفش. خير ان شاء الله يا فندم. خير خير عظيم قوي قوي. الله يخليك. انت لك عندي مفاجاه مدهشه جدا. ايه يا فندم مفاجاه؟ ان شاء الله. انت الشهر اللي فات قدمت للشركه واحد بهلوان امن على حياته ب 5000 جنيه مظبوط؟ مظبوط يا فندم. البهلوان ده هو ماشي على الحبل، الحبل انقطع وماله؟ لكن احنا مش مأمنين على الحبل. لكن البهلوان وقع وانكسرت رقبته ومات. طبعا. والشركه مضطره تدفع للورثه 5000 جنيه مع انه ما دفعش غير قسطين اتنين من بوليسه التامين. لا 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 ملوش حق. ده راجل صحيح قليل الذمه، ازاي يموت من قبل ما يدفع الاقساط كلها؟ انت السبب في الخساره دي. انت اللي جبت البهلوان ده يامن على حياته. يا فندم انا عملت خدمه للشركه. انت عملت مصيبه للشركه. ده رابع عميل تجيبه يامن ويموت. يا فندم انا ذنب ايه؟ الاعمار متغطيه محدش بيعرف هيموت امتى. مفهوم. لكن انت وشك نحس، وشك شؤم على الشركه. يا فندم الاعمار بيد الله، انا ما دخلتش في القضاء والقدر. افرض سيادتك قاعد ووقع على حضرتك سقف اوضه حضرتك وراح قاطم رقبه حضرتك، انا مسؤول عن حضرتك. تغرس يا وقح يا بومه. انت تاريخ ميلادك كام يا فندم؟ انا من مواليد 13 سبتمبر سنة 1913. شفت ازاي ان رقم 13 مكتوب في تاريخ حياتك مرتين؟ انت منحوس مش بسيط، انت مركب. حظ كده يا فندم. لو امي طولت بالها وولدتني يوم 14 سنة 14 ما كانش دفعت الفرق. ده اخر انذار علشانك. اذا تسببت للشركة في اي خسارة بعد كده انا هعرف شغلي معاك. انت فاهم؟ فاهم. اسمع. سامع يا فندم. في واحد صاحبي طلبت منه انه يأمن على حياته في الشركة. طلب مني معلومات ما كانش عندي وقت علشان اشرح له. عاوزك تروح له توضح له فوائد التأمين على الحياة وتخليه يقتنع بكلامك. بس يكون في علمك ده راجل مهم قوي. البوليسة بتاعته ما تقلش عن 20,000 جنيه. ربنا يجيب العواقب سليمة يا فندم. عاوزك تكلمه بأدب بدبلوماسية بلباقة، ودي آخر فرصة عشان تثبت لي فيها كفاءتك وشطرتك. طيب يا فندم. والزبون ده اسمه ايه؟ اسمه السيد صابر صبري. وادي العنوان بتاعه وروح له حالا. حاضر يا فندم. بس يا فندم يكون في علمك الزبون ده انت اللي نقيته، يعني اذا مات او جرى له حاجه قبل ما يدفع الاقساط انا ملياش دعوه. لا ده راجل صحته زي البوم. يلا وريني شطارتك واوعى ترجع من غير نتيجه. جيب العواقب سليمه يا رب. سعيد يا اخ. اهلا وسهلا. من فضلك فين السيد صابر صبري؟ دقيقه واحده من فضلك. اتفضل.
يا نائب السكرتير. في ايه يا علي؟ في واحد فندي بره عايز يقابل الاستاذ. خليه يتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل يا استاذ. لا 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 حياتي انت ماليش غيرك وفايتني المين، ظلمت روحي وحبيتك من غير تأمين. فكرك مين اللي قال كده؟ افتكر عبد الوهاب. لا لا لا، اظن والعلم عند الله نفيسه ولعة، لان جوزها مات من غير ما يأمن على حياته وسابها شريده وحيده على الحديده. حضرتك عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الموت على رقاب العباد، كل من عليها فان والبقيه في حياتك. ايه مناسبة الكلام ده يا حضر؟ حضرتك متجوز؟ ايوه. ومخلف اولاد؟ ايوه. وبتقول ايوه ومش مكسوف على دمك لما ربنا ياخد اجلك وما تسيبش لاولادك حاجة؟ كلام ايه الفارغ ده؟ لا يا فندم، ده مش فارغ، ده مليان ومليان على الاخر. علشان تضمن لاولادك حياة سعيدة لازم تأمن على حياتك. انا اعرف واحد لدعه تعبان كومه اهله قبضوا 10,000 جنيه. اعرف واحد واقف تحت عمارة وقعت عليه طوبة ربنا جاب خبره اهله قبضوا 15,000 جنيه. وانا مالي ومال الكلام ده؟ امال مال مين يا توم؟ دي التعابين بالزوفة، الطوب نازل من العمارات يرف. امن على حياتك يا راجل، يمكن بختك يطلع كويس وربنا ياخد اجلك واولادك يتنجنجم. اعوذ بالله، انت صابح تبشر عليا بالمصايب دي ليه؟ مين اللي بعتك؟ شركة التأمين. عشان مين؟ علشان حضرتك. هو مش حضرتك السيد صابر صبري؟ لا يا سيدي، انا السكرتير بتاعه. السكرتير بتاعه؟ ايوه. عدم المؤاخذة يا ابني، اللي ما اعرفك يجهلك. امال هو فين السيد صابر صبري؟ اهو عندك في مكتبه، خش له. ساخش له، ساخش. ادخل. الحمد لله صحته زي الحديد، ربنا يزيد ويبارك. افندم يلزم خدمة؟ يا صلاة النبي. وانت؟ لو النبي عم ينجح لك المقاصد، مش انا اللي كسرت الكوبايات. انت ما عندكش ولا يا راجل انت. خليه يعرف وايد التأمين. كمان رايح هندفن. مبروك، انت متجوز عشان ولادك يقبضوا؟ اتجوز يا الله يخرب بيتك، ده انا مش مأمن على حياتي. خرب السوداني. يا بقي من عواجيك. ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. وحضرتك مش قلت لي ما ترجعش من غير نتيجة؟ ايوه. ايه؟ اهي دي النتيجة. ايه ده؟ ده هسكلوري؟ لا يا فندم، ده هسني الزبون. ازاي؟ لسه هفتح بقي راح فاتح نفوخي. لازم لبخت معاه في الكلام. والله العظيم يا فندم ما قلت له ولا كلمة. مش معقول، أنا عارف سوء تصرفاتك، مخصوم من ماهيتك 5 أيام. يا فندم ربنا يزيد فضلك. ولما كنتش في ظرف 24 ساعة تجيب زبون مضمون بدل اللي طيرته، هتكون وعيتك سودة. أسود من كده؟ يلا روح شوف شغلك. يا رقم 13. امشي. أمين ماشي وأنا أخويا ده. أنا ما عايز أقولك نفسي ما انقلشت. إيه ده؟ مالك أنت بتعور؟ أمال يعني متنكر؟ ده أنا مفقوع علقة ممتازة من الدرجة الأولى. مين اللي ضرب؟ زبون مجنون يا سيدي، المدير ما لقاش حد يبعته عنده غيري. مسكين؟ ده أنا اللي جمعية مساكين بحالها. لا، والمدير مصمم رأيه لازم أجيب له زبون تاني بدل اللي طار. دبرني يا رمزي أعمل إيه؟ ولا يهم، أنا عندي زبون هقدمه النهاردة للشركة، هتنزل لك عنه وتقبض انت العمولة. اوعى تكون العمولة بتاعته من نوع العمولة اللي انا قبضتها النهاردة. لا 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 ما تخافش، ده راجل موزون وغني وسليم 100%. الله يبشرك بالخير. واسمه ايه الزبون ده؟ فايز فوزي. يا محمد. الله. مالكش حق يا بابا تسوق بالسرعة المخيفة دي. انا ما اقدرش اسوق ببطء ابدا، انا راجل حامي، راجل سخن. اتفضلي. من فضلك يا افندم، في من فضلك الاستاذ رمزي مدحت. هو يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتفضلوا. شكرا شكرا. اقعد يا لولا. اقعد يا لولا. انت تعرفه؟ لو شرفك. الاستاذ فايز فوزي. اهلا وسهلا يا الفين مرحبا يا قهوه يا كزوزه يا اي حاجه في الطريق. ما فيش لزوم. كتر خيرك. بنتي لولا. فرصه سعيده. ميرسي. اقدم لكم زميلي الاستاذ اسماعيل الجحش. جحش؟ يا فندم مش انا الجحش، ده ابويا. فرصه كويسه يا جحش فندي. انا جيت حسب ميعادي معاك علشان موضوع التامين على حياتي. احنا في خدمتك يا فندم، والاستاذ اسماعيل هيقوم بجميع الاجراءات بدالي. هو الاستاذ جحش في نفس مركزك؟ لا يا فندم، هو اكبر من الجحش بمرتين. على العموم زميلي هحط نفسه تحت التصرف. يا فندم احنا تحت امرك. باين عليه ظريف قوي. ده من ذوقك. على العموم يا فندم انا وشي حلو وادم زي الفل للي يامن على حياته هنا. ازاي بقى يا فندم؟ بيدفع قسط والتاني وبيموت وبعدين بيجوا الورثه يقبضوا التامين. يا ساتر يا رب. ده شيء مزعج خالص. انت بتاخد عموله من الشركه ولا من عزرائيل؟ لا مؤاخذه يا فندم، اصل زميلي بيحب يضحك ويهزر. لكن ده هزار بايخ. دي قله ذوق. ايوه يا فندم انا في منتهى الخجل. اتفضل يا فايز بيه مع زميلي تعملوا الاجراءات الاوليه. طيب يا سيدي اتفضل. انتظريني هنا يا لولا لما اجي. حاضر يا بابا. اتفضل اتفضل يا جحش. اتفضل يا اكسلانس. ما عندكيش فكره عن التامين يا مدمازيل لولا؟ تأمين على ايه؟ على اي حاجة، الحياة، المجوهرات. انا في الحقيقة عايزة اعمل تأمين ضد حاجة، لكن مش عارفة تقبل ولا لا. ضد ايه؟ الحوادث؟ لا. الحريق؟ لا. امال ضد ايه؟ ضد الجواز. ايه؟ ضد الجواز؟ ايوه. مش ممكن تأمنه على قلبي ضد الحب والجواز؟ وحتى اذا كان ممكن ده شيء مش في مصلحتك. ازاي؟ لان القلب ملوش امان، ده اجن شيء في الانسان. انا اعرف عقله. مستحيل، كان غيرك اشطر. انا واثقه من قلبي. يبقى انت عندك قلب من طراز جديد. على كل حال اذا كنت على استعداد تعمله تامين ضد الحب وجواز انا ما عنديش مانع. بس ايه السبب؟ انت لسه في اول شبابك ولازم تتمتع بالحياه. هو الواحد ما يقدرش يتمتع بالحياه من غير حب؟ افتكر كده، الحياه الحب والحب الحياه. انا كمان كنت فاكره كده، لكن لقيت العكس. ازاي؟ كنت مخطوبه لشاب من قرايبي وكنت بحبه وفاكراه ملاك من السماء، لكن الايام اثبتت لي انه خاين وخداع وغشاش. لكن ده مش مقياس. اذا كنت اتصدمت في التجربه الاولى يمكن تسعدي في التجربه الثانيه. انا ما عنديش استعداد اجرب تاني، وعشان كده حلفت ان عمري ما احب ولا اتجوز. كويس، بس الشركه تضمن منين ان انت مش هتحبي تاني؟ هتحط قلبك في الامانات؟ تقدر الشركه تنتدب واحد يراقبني ويكتب تقرير عن تصرفاتي. والمندوب اللي هيراقبك ده هيعرف اسرار قلبك منين؟ بالرادار؟ بالاشعه؟ نعمل شرط. ايه هو؟ ان له الحق يمنعني من مقابله اي راجل، وعشان اثبت لك حسن نيتي نكتب في البوليس ان مبلغ التامين يكون من حق المندوب اذا كنت احب ولا اتجوز. ايه رايك؟ والله دي اول حاجه تحصل من نوعها. ده ما فيش شركه تامين في العالم بتامن ضد الحب والجواز. يعني مش ممكن؟ انا هحاول اقنع الشركه ولو حتى على سبيل التجربه، بس على شرط. ايه هو الشرط؟ ان لو الشركه توافق هكون انا المندوب اللي هيراقبك ويمشي ورا قلبك خطوه خطوه. انا ما عنديش مانع. ولا انا. هلا بوي. هلا وسمع. قول لي سلمت البوليس الفايز بيه؟ ايوه يا سيدي، وامن على حياته ب20,000 جنيه. قول لي العموله بتاعتي تطلع كام؟ انت يطلع لك مبلغ محترم. مبروك يا حلو. الله يبارك فيك. قول لي انت عملت ايه مع بنته؟ مش امنت على حياتها برضو؟ لا دي مش عايزه تامن على حياتها. امال عاوزه ايه؟ عايزه تامن ضد الحب والجواز. هو في تامين بالشكل ده؟ مفيش طبعا، انما انا كدبت عليها وقلت لها ان الشركه هتوافق. توافق مين يا مناخوليا؟ ده الشاعر بيقول لا تامن النساء حتى اذا نزلوا من السماء. هو في واحده ست في الدنيا بتعيش من غير حب ولا جواز؟ ده انا امي اللي عندها 60 سنة مرة بقول لها ياما تشربي شربات ولا تتجوزي؟ قالت لي نيلك. هو انا يا ابني ليا اسنان للشربات. اسمع يا سمعة، بيني وبينك اصلها عجبتني خالص. ايه والدتي؟ لا يا اخي لولا، من وقت ما شفتها مش قادر ابص لحد تاني. اوه، على كده بقى لازم انت اللي تأمن على نفسك مش هي. ما هو ده السبب اللي خلاني اوهمتها ان الشركة رضيت تأمن على قلبها، ومحسوبك هيكون المندوب اللي هيراقبها. وبالشكل ده هتفضل قدامي على طول. يا جني يا ابن الجنيه. المدير عايز حضرتك يا اسماعيل يا فندم. لازم هيقبضني العموله المحترمه. بوسه.
يا وش الخير روح. وانت بص خد علبة السجاير دي علشانك. ترلمت ليستلايك مستعجل ليه يا جناب المدير؟ ما تخلي انا هخلي عيشتك سودة. ليه يا فندم حصل حاجة؟ انت عملت مقلب كبير في الشركة. ازاي يا فندم؟ الزبون اللي انت جايبه مأمن على حياته بعشرين ألف جنيه ضد الحوادث فايز فوزي. ايه يا فندم مات؟ في طريقه للموت موجود في المستشفى. ليه عمل حاجة؟ عمل مصادمة بالعربية والنهارده بس وصلتني معلومات انه دايما يسوق عربيته بجنون ويعرض حياته للخطر في كل لحظة. انت اهملت في جمع معلوماتك عنه. والله يا فندم ما كان قصدي، ده باين عليه راجل عاقل وكامل. انت اتغشيت في مظهره وغشيت الشركة معاك. يا فندم بكره الراجل يقوم بالسلامة والشركة ما يحصلهاش أي ضرر. انت مكلف من دلوقتي بالمحافظة على حياته لحد ما تنتهي مدة التأمين. يوب. وأقل إهمال أو مراقبة أنت مسؤول عنها، أنت فاهم؟ فاهم يا فندم. والله قبضنا العمولة والحمد لله. مبروك يا ابو السباع، ايدك يا حلو على البقشيش. قوي قوي، هات علبة السجاير اللي اديتها لك. سجاير؟ امال سلمني واسلمك. هجتك البلا في صباحك العكر. اخي على بخلك وجوعك يا شيخ. ها قبضت؟ قبضت؟ ده انا اللي هقبض على روحك. هو انا اذيتك في حاجه علشان تاذيني؟ ازاي؟ انت عارف الراجل بتاعك اللي اسمه فايز فوزي متلقح فين دلوقتي؟ فين؟ في المستشفى. لا ليه حصل له حادث؟ امال يعني راح المستشفى عشان يصطاد سمك؟ عمل اكسيدان بعربيته يا سيدي. مسكين. مسكين؟ ده انا اللي مسكين. مش عيب عليك يا راجل تبعتني الراجل مستغنى عن عمره وتخليني بدل ما اقبض العموله اقبض تهزيق وتوبيخ من المدير. انا كنت فاكر اني بقدم لخدمه. خدمه مقطرنه؟ هو انا كان بختي ناقص تلابيخ علشان تلبخ له زياده؟ هو الراجل مات؟ لا، في مفاوضات بينه وبين عزرائيل. على العموم المدير قال لي اخد بالي منه لغايه ما تخلص مده التامين. طب يلا بينا نروح نطمن عليك في المستشفى. اتفضل. يلا. اسمع يا سمعة. أه؟ استناني انت في الاستراحه لحد ما اسال على الوضع. روح انت روح. قول لي، هي الاصابه جامده؟ ان شاء الله هي دي اللي هتخلص عليه. يا ريت، دي عاشر حادثه تحصل له ويقوم منها زي الحصان. اطمني، ان شاء الله المره دي مش هيقوم منها ابدا. يا رب. انا مجهز له اعلان الوفاه معايا اهو. انتقل الى رحمه الله المأسوف على شبابه السيد فايز فوزي و سيبك من ده دلوقتي، احنا عايزين نعرف التركه هتتقسم ازاي. يا حبيبي بطبيعه الحال بنته لولا هيكون لها النصيب الاول في املا يكوب ولسه التامين. لو كنت اتجوزتها يا شوقي كنت وضحت ايدك على اللي هتورثه من ابوها، لكن يا خساره مالكش في الطيب نصيب. معلش، بكره لما يموت ابوها هلاقي فرصه اصلح معاها واتجوزها. ايه ده؟ هاي اسماعيل، عارف مين دول؟ مين دول؟ قرايب فايز فوزي عمالين يقسموا في التركه بتاعته من قبل ما يموت. يا اعوذ بالله. طب والله يا راجل ده في وسطهم واد اسمه شوقي عامل زي حراميه السينما، عمال بيقول انه عاوز يبلي فلوله ويتجوزها علشان يلها في الميراث بتاعها. كده يبقى احنا لازم نتعاون مع بعض عشان نفسد مؤامرتهم وننجي الضحيه البريئه. قول لي، عرفت قطه؟ اه. وازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله، يا دوبك لسه طالع من العمليات. اه يا محمدي، عمليات؟ على كده الراجل عمره على كف عفريت. بالعكس، دول انقذوا حياته. شوف اما اقول لك، انا مش هطمئن ابدا الا لما اشوف نفس الراجل ده شغال شهيق وزفير. طب تعالى نخش له. اللهم اعطيه الصحه، اللهم ديم له صحته يا رب، اللهم طمنا عليه. هي الرعب، هي الرعب. بشار ما تطمنش باين الراجل مات. خير يا مدمازيل لولا؟ بتعيطي ليه؟ بابا مش عارفني ابدا. ازاي؟ فقد الذاكره من اثر الحادث. الحمد لله، زمانه نسي بوليسه التامين. حضرتكم قرايبه؟ لا يا فندم، احنا من شركه التامين اللي امنت على حياته. اطمنوا، مفيش خطر على حياته. ممكن ترجع له الذاكره تاني اذا سافر وعمل سياحه لمده شهر او شهرين. الهدوء والجو الجميل يساعدوا على الشفاء. نوديه سويسرا يا دكتور؟ لا، مفيش لزوم للمصاريف الباظه دي، يروح لبنان احسن. عن اذنكم. اتفضل. وانا شرع علشان احافظ على حياته زي ما قال المدير. بالحاله دي انا هسافر معاكم، اولا علشان اساعد زميلي في المحافظه على حياه فايز بيه، وثانيا علشان انت تبقي تحت مراقبتي حسب البوليسه بتاعتك. هو انا هيكون عندي وقت عشان افكر في حب او جواز وبابا حالته بالشكل ده؟ يا اختي عودي لي، ده انا لما خالتي جوزها مات بقت ماشيه وراه في الجنازه وتقول ما كانش يومك يا حبيبي. اما واحد ماشي في الجنازه قال والله حرم المرحوم شكلها حلو قوي، يا ترى ساكنه فين؟ قالت في مصر الجديده يا حبيبي. عن اذنكم لحظه. اتفضلي. بوليك تليستوك لفايكن. هيا لولا، ازاي صحت عمي دلوقتي؟ الحمد لله، انكتب له عمر جديد. الله، بتعيطوا ليه؟ بابا صحته كويسه.
بس فقد الذاكرة. بس؟ ده ما قالش حاجة تانية. لا. الدكتور وصف له يسافر شهر في لبنان لأن الفسحة والراحة هيرجعوا له الذاكرة. يا حبيبي يا أخويا. حضرتك ضربت جرس؟ ايوه. شيلي دول. حاضر. استني، تعرفي انا مبسوط منك قوي، وعلشان كده قلت للخدمين محدش يخدمني غير الممرضة بتاعتي. عارفة انا مبسوط منك ليه؟ انا يهمني تكون مبسوطة بس. انا مبسوط منك علشان ما بتلبسيش قدامي المريالة بتاعت الممرضة، لان المريالة بتاعت الممرضة بتفكر المريض بمرضه، وعلشان كده انا هبعت جواب شكر للمستشفى علشان انها اختارت ممرضة جميلة زيك. متشكرة يا بابا. بابا؟ لا، انا ياريت ياريت يكون لي بنت جميلة زيك. انا مع الاسف لا اتجوزت ولا خلفت. لكن انا سمعت ان حضرتك عندك بنت اسمها لولا. لولا؟ لا، انا لا عندي لولا ولا غولا. انا وحيد، وحيد فريد. عن إذنك أحضر بقية الشنط للسفر. حضروا نفسكم للسفر يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. أروار. اسمع، السفر يوم الخميس الجاي، قدامك أسبوع عشان تحضر الباسبورتات وكل حاجة. أيوة، بس مش ناخد أجازة من المدير قبل ما نسافر؟ ما أنت مش لازمك أجازة، أنت مسافر في مهمة رسمية للشركة، إنما أنا لازم أقدم طلب للشركة ومش عارف أقول لهم إيه. اسمع، قول لهم إنك في مهمة غرامية. أنا لازم ألاقي عذر يكون مقبول يبرر السفرية. أيوة، أنا خايف عليك من الراجل المدير ده، أصله عصبي وشراني، فبدل يمكن ما يديلك أجازة روح مديلك في سنانك. ما هو ده اللي أنا خايف منه. اسمع، الراجل المدير ده بيكش مني وبيخاف مني. تعالى وأنا حكل في طولك. قوم قوم تعالى خش. انا ما عنديش جرأة. خش كلم انت. فعلا انا عندي جرأة اكتر منك. انا حكى الفتولك. تراتا بس يا جناب المدير. ايه؟ ولا حاجة. كلمته؟ ايوه. قلت له ايه؟ قلت له اللي فيه الاسم. خش كمل انت بقى، ده انا لخفيته. خش. يا جناب المدير. ايه يا رمز يا فندم؟ بابا ماله؟ الباقي في حياتك. لا حول الله. قل لي، هو مأمن عندنا في الشركه؟ لا يا فندم لا. الحمد لله. انا عايز اجازه شهر يا فندم. شهر كتير، اسبوع كفايه. لا يا فندم، انا لازمني اجازه شهر، انا اعصابي تعبانه. زي بعضه وهو كذلك. شد حيلك، كلنا له. الو، مين يا فندم؟ كده اتفضل اتكلم يا استاذ رمزي. مين يا فندم؟ ابوك. ابويا؟ ايوه، بيتكلم بالقرافه. اه يا غشاش، عشان تهرب من الشغل تموت ابوك. انا والله يا فندم بس ولا كلمه. انا جزاء لك حنتدبك في مهمه خارج القطر. فين يا فندم؟ في لبنان. تسافر مع اسماعيل الجحش لمراقبه فايز فوزي والمحافظه على حياته. انا ما عنديش اي ثقه في الجحش ده ابدا. حاضر يا فندم. واحد ذلك روح وضب شغلك للسفر. حاضر. اسمع، كلم ابوك قبل. لف. هنحصلكم على الاوتيل بعد شوية. اصلنا رايحين الفرع بتاع لبنان علشان نثبت وجودنا زي ما قال المدير. طب احنا هنودي الشنط في الاوتيل ونخرج نتفسح شوية على بال ما تخلصوا مشاويركم.
طب والنبي تاخدي بالك منه، ده أمانة بين إيديكي. ما تخافش. خد الفلوس بتاعتي خليها معاك لحسن أنا إيدي سايبة وخايفة أضيعها في يوم. ما تخافش، هات يا حبيبي هات، تأكد إنها في الحفظ والصون. عايز كام يا اسطى؟ 3 ليرات. لا استف لا لا نو يو لا ايه مالك؟ الله، المحفظة راحت. راحت؟ يا نهارك اسود، راحت فين؟ ما قالتليش، انما راحت. طب وفلوس اللي انت شايلها في الحفظ والصون؟ خدت فلوسي الاخرى وراحت معاها، انا هعمل لك ايه؟ تقدر تقول لي هتدفع منين اجرة التاكس؟ تعال معايا نطلب سلفيه من فرع الشركه. استنى انا 10 دقايق لكن قول لي هنعمل ازاي؟ هناكل منين؟ اسال خيبتك التقيله. ايوه، الناس خيبتها السبت والحد وانا خيبتي لم ترد على حد. قول لي من فضلك، شركه التامينات الفنيه في اي دور؟ مقفول من واخده الاربعة. مبسوط يا سيدي؟ اهي مقفول من واخده الاربعة. اتخرب بيتنا والحمد لله. تعال نروح اللوكام ده نشوف. يلا. سألت في الاستعلامات قالوا لي ان لولا وابوها لسه ما وصلوش. الله اكبر، والعمل؟ خليك انت هنا، انا هروح المطار اسال على المحفظه، يمكن تكون وقعت هناك. اي لكن انا ميت من... يعني انا اللي ميت من الشبع؟ خليك هنا واستحمل الجوع لحد ما ارجع. جعان قوي، ترى الهرم جعان. لسه ما اجى بعد الترجمان الجديد؟ الترجمان الجديد بعد ما اجى. دبر حالك منيح، وقت اللي بيجي قدم له الغداء وبعد هيك بعته لي، فاهم؟ بلا بلا. نهارك سعيد خيو. اهلا وسهلا. دعيكم الترجمان جديد. حضرتك؟ ايه بلع. اتفضل على الرستوران اعطي خبر للمدير. ايه تكره. الواحد يفقع الغدوة وطيراني يا نفر. جناب المدير، شو بتريد؟ الترجمان الجديد. وين؟ اجا. اهلا وسهلا. حضرتك اللي قدمت طلب من شان تشتغل ترجمان؟ شو هي اللغات اللي بتعرفها منيح؟ اوهو، ده انا اعرف فرنسا وانجليزي وطلياني، كله منيح منيح كتير. تعرف الماني؟ امال، ده انا اعرف الالماني بتاع المانيا الشرقيه والالماني بتاع المانيا الغربيه. يا رب نجيني من الورطه دي، ده انا ما اعرفش غير عربي بس. تكرم يا واحد. تعب بسرعه. اهل مشان ترد على الهاتف. هاتف؟ هاتف ايه؟ الهاتف الداعي؟ تليفون، ما بتعرف؟ ايه بعرف، هذا تليفون من بيروت. ما الي حدا في بيروت. دول سواحين المان، خد حكيهم. يا نور النبي. وي 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 وي. شو؟ الو وي 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 وي. شو وي وشو نو؟ هدول المان، ما انهم فرنسويين عمي، حكيهم الماني. ايه منيح سيدي. ها. بولك فايك ليز بوفلين تفايز بوليتيكال ام بلسوفليكي زنفولنا بلسشكل ام بولك تايزن شيكا شيكا بوم. شو هالزعبرة؟ هيدا الماني؟ ايوة، اصلا انا بقول الماني باللغة الفصحى. استنى. شخت مبخت لبخت جتك نيلة من فوق التخت. يا الله يا سما، شو هيدا؟ هيدا اللي انت سمعه يا بي. شو بتريد؟ جنابك المدير هون. دعيكم المترجم الجديد يا محمدي. لكن شو بتكون حضرتك؟ انا هقول لك الحقيقة بقى، انا مصري وجيت هنا وقعت محفظتي وكنت ميت من الجوع وفجيت علشان توكلوني. وليش ما قلت هيك من الاول؟ انت هون بوطنك واجب علينا نكرمك من دون شيء. متشكر متشكر على الاخوة يا بي، اقعد بالعافية. الله يعافيك. شوف يا خيو. طمنيني سليم ولا جرى له حاجة؟ ايه ده؟ ده سكرتير حضرتك. تمام؟ حضرتك نسيته ولا ايه؟
والله مش فاكره قوي، لكن مال شكله وحش كده يا سيدي. انت مالك؟ هو انا سكرتير حضرتك ولا مرات حضرتك؟ الغرض تعالى معايا علشان نكتب شويه جوابات. اتفضل يا فندم. يلا. ليه ليه؟ كتبت كم جواب لغاية دلوقتي؟ يا فندم أنا لغاية دلوقتي كتبت 99 جواب و99 ظرف وكل جواب فيه 99 سطر. عظيم جدا. يلا بقى يا شاطر كمل ال 150. يا فندم هنخلي الباقي بعدين، صوابع وقعت من كتر الكتابة. يصح برضو. يلا بقى اقرا لي العناوين. حاضر يا فندم. حضرة السيد محسن الدبور، السيد عزمي أبو العزايم، السيد عارف المعروف. الله، انا ما اعرفش الناس دول، الاسماء دي انا ما اعرفهمش خالص. يا فندم حضرتك مليتني الاسامي دي وانا كتبتها. وازاي تكتب اسماء ناس انا ما اعرفهمش؟ اما انك سكرتير غبي. يا فندم هو انا كتبت الحاجات دي من عندي. الله، طب يلا قطع قطع كله قطع. حاضر يا فندم. عليه العوض في شقانه وفي تعب. اسمع انت يا. نعم يا فندم. اسمك ايه؟ اسماعيل يا فندم. اسماعيل ده اسم سهل ويتحفظ بسرعة. اسمع يا اسرافيل. اسماعيل يا فندم مش اسرافيل. تمام تمام. اسماعيل ده اسم سهل ويتحفظ بسرعة فعلا. واخد بالك؟ واخد. انت بصفتك سكرتيري الخاص ملزم انك تحل محلي في كل شيء. ايوه فندم. فاهم؟ فاهم يا فندم. ايوه فاهم. يا عزرائيل يا فندم. يا فندم اسماعيل مش عزرائيل. احنا انا عارف اسماعيل ده اسم سهل ويتحفظ بسرعه. فعلا يا فندم. اهم شيء في وظيفتك ابعاد المتاعب عني. انت مسؤول عن دماغي. فاهم؟ مسؤول عن كل شيء يختص بيا. فاهم يا ميخائيل؟ ادي احنا بقينا ميخائيل. اسماعيل يا فندم. ام اس اعيل. ايوه يا اخي اسماعيل ده اسم سهل ويتحفظ بسرعه. ايه ده؟ اتفضل لبن. لبن لبن. انا روحي طلعت من اللبن. مش هتفطميني بقى؟ دي اوامر الدكتور. دكتور ايه ده اللي عايزني اعيش على اللبن؟ يمكن يا فندم دكتور اطفال. اسمع انت يا. اسمك ايه يا فندم؟ اي حاجه فيها قيل. حل محلي. اشرب اللبن ده بالنيابه عني. حاضر يا فندم. برافو برافو برافو. اهو كده انت لازم تحل محلي في الاشياء دي. يا فندم انا مستعد احل محلك كل 24 ساعة 98 ساعة في الحاجات دي. ايه تاني؟ في ايه كمان؟ الحقنة. حقنة ايه؟ الحقنة النومة. انا مش عايز انام دلوقتي. الله. اسمع. ايه؟ حل محلي. في ايه؟ في خد الحقنة. لا انا احل محلك في كل شيء الا دي. نفذ الاوامر. اديله الحقنة. الحقنة لحضرتك. اوه تعالي مالكيش دعوة. هاتي. خش انت. اخرج. تعال لي بقى تعالي حديلك الحقنة. لا. حل محلي. لا. بقول لك حد. اقلع اقلع. فردك يا عم يا بنت. برافو برافو. نام بقى. تعال نام واستريح استريح يا حندوي لفندي. ادالك حقنه منومه؟ ايوه يا سيدي وفضلت نايم من امبارح لحد النهارده الصبح. طب وليه ادالك الحقنه؟ بيقول يا سيدي ان سكرتيري لازم يحل مطرحي في كل شيء، يعني لو مات لازم احل مطرحه في القرافه. الله. لولا عن اذنك. لولا؟ اسمع ما اقول لك. ما تاخدنا حل مطرحك. لا يا اخويا متشكل. بخت. صباح الخير. صباح النور. امال فين بابا؟ لسه نايم دلوقتي، قلت انزل اتفسح شويه على بال ما يصحى. لوحدك؟ طبعا لوحدي. لا انا مش عايز افرض نفسي عليكي، انما حسب شروط بوليسه التامين انا لازم اكون معاكي خطوه خطوه. وانا مستعده لتنفيذ الشروط. اتفضلي. ¶¶
صحتك يا برميل يا فندي. يا فندم اسماعيل مش برميل. مو اسماعيل ده حتى اسمي سهل جدا ويتحفظ بسرعة. امال لو كان صعب يا فندم كنت عملت فيه ايه؟ في صحتك. صحتك يا فندم. عن اذنك. الله رايح على فين يا فندم؟ هدور لي على سهرة جميلة. طبعا انا جاي وياك في السهرة دي. لا 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 انا ما بحبش حد يشاركني في سهراتي ابدا. ايوه يا فندم بس انا لازم اكون معاك عشان احافظ عليك. ايه تحافظ عليا ليه وانا عيل صغير؟ لا يا فندم بس حضرتك صحتك تعبانة ومحتاجة للنوم. نوم؟ ايوه حل محلي. لا انا احل محلك في السهرة مش في النوم. لا في السهرة انا ما احبش انك تحل محلي ابدا. يعني مصمم حضرتك على انك تروح لوحدك؟ مصمم جدا. امرك يا فندم. والله انا منومك بالدواء المنوم. مش صح بقى تيجي تاخد لك كاس علشان تروح سهرتك مفرفش كده؟ امال. والله عندك حق ما فيش مانع. تعرف انا رايح اسهر فين الليله؟ لا ما اعرفش. كلام في سرك انا غاوي لعبه الروليت. يعجبني قوي لما الروليت يلعب في كده وكده كده 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 في صحتك. لا ما هو انا إيه؟ عندي صداع معلش ماليش نفس. اشرب. معلش اصل انا مش قادر اشرب. لازم تشرب. انت اللي دعيتني اني اشرب وياك. ايوه فعلا. يلا اشرب. حاضر. اشرب. حاضر ساشرب ساشرب. اشرب. حاضر في صحتك. سهلا بوك. اما البس بقى وامشي لحال سبيلي. ايه ده؟ إيه؟ انت اللي عايز تسهر معايا؟ ده انت نمت يا وخم. سايب الرقبة. تاكسي. لولا شوقي ايه اللي جابك؟ جيت عشان اطمن على صحة عمي وكمان علشان اشوفك. لا يا شيخ. وحياتك يا لولا من ساعة ما سافرت من مصر وانا عايش في عذاب لا اكل ولا نوم طول الليل وانا بفكر فيكي. لو كنت بتفكر فيا ما كنتش خنتني واحنا لسه مخطوبين. عن اذنك لولا. عن اذنك. يا اخويا اتفضل. الشاب ده؟ ده شوقي ابن عمي خطيبي اللي قلت لك انه عمالي عقده نفسيه ضد الجواز. يبقى يظهر انه جاي وراك لبنان عشان يكرر قصه غرامه معاكي. الظاهر كده لكن مفيش فايده. على العموم انا خايف لحسن قلبك يكون لسه متعلق بيه. لا ابدا. طب خلي بالك انا هشدد عليك رقابه. اطمن. تصبح على خير. وانت من اهل. ايه؟ انا واخد على خاطري مقابلتك ليا امبارح. اوام نسيتي حبنا يا لولا؟ لكن ما انتهاش من قلبي. انا لسه بحبك. لو كنت بتحبني صحيح ما كنتش عملت اللي عملته. انا قطعت روحي من الندم. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. من فضلك بلاش الكلام ده. بس لو تسمحي نتقابل بعيد عن هنا عشان اشرح لك ظروفي. ليه؟ طب نتقابل بعيد عن هنا. انا هنتظرك في زحله. هتيجي؟ هفكر.
رمزي، ممكن ادخل؟ ادخل. انت خارجه ولا ايه؟ رايحه اشتري دواء لبابا. لا، انت رايحه تقابلي شوقي في كازينو زحله. ايش عرفك؟ علشان شوقي اللي كان بيكلمك دلوقتي. هو انا. انت ازاي تعمل حاجه زي دي؟ بأدي وظيفتي، بمتحن عواطفك، انا مسؤول قدام الشركه. شيء جميل، حضرتك عامل جاسوس عليا. بأدي واجبي يا مدمزيل. لكن دي قله ذوق. هي صحيح قله ذوق، انما الشغل شغل. على كل حال انا كنت رايحه اشتمه وهزقه وخليه يقطع الامل مني. انا مش عايزك تكلميه ولا تقابليه بالمره، ده باين عليه شيطان ومن السهل يوقعك في الفخ. لا مؤاخذه، الشغل شغل. حاضر. في اوامر تانية؟ لا لا مفيش. مع السلامه. بس خلي بالك انا مفتح عينيا كويس. ارجوك ما تزودش عصبيتي. خلاص بقى. خلاص خلاص. سعيده. سعيده. شيخ فاكرني هصدقك تاني يا خداع يا غشاش. انا عارفه انت مين. الو الو. مفيش منها فايده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا اسماعيل يا فندم. الله، هو حضرتك هتلبس قبقب عجل؟ ايوه، اصل انا رايح العب باتيناج علشان اتزحلق شويه. انت لازم ممتاز يا فندم في مساله الباتيناج دي. دي اول مره هزحلق فيها. يو، ما بلاش الزحلقه دي يا فندم، لا تاخد هدر وتتزحلق من الدنيا على الاخر عدل. يا شيخ اتلي على عينك، دي لعبه لذيذه مسليه ما فيهاش خطر. دلوقتي هتجرب بنفسك. ما... ايه؟ ايوه. لا. اصلا جبت لك قبقاب عشان تلعب معايا. يا حلو. ايوه خد. البس. تعال البس. ايه؟ البس لو النبي. البس اهو كله الا الزحلقه دي. لازم تلبس علشان نسابق بعض. نسابق بعض فين يا فندم؟ انا البس. لا والنبي لا، مش ممكن. لازم تلعب معايا علشان نسابق بعض. نسابق بعض ايه؟ ده انا 100% انا اللي هسبقك على التربه. البس، ما تبقاش جبان. انا حمرنك يا اخويا. مرن نفسك الاول وبعدين مرني. ما تكترش غلا بقى، احسن ادور على سكرتير غيرك. وهو يعني السكرتيريه دخل فيها الابايب ام عجل. ايوه يلا قوم قوم. انا لله وانا اليه راجعون. النبي اللي يبون. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية عشرة. استاذ فايز مصيبة اللي يكون مات. لا، نبضات قلبه سليمة الحمد لله من ناحية رجله. احسن خليك مرمي كده علشان تبطل تزحلق وتعمل الشقاوة اللي انت بتعملها دي. اجلس. اسماعيل اسمعي. ايه في ايه؟ تعال الحقني، انا وقعت. وقعت؟ لازم كنت لابس قبقب عجل. قبقب ايه وشبشب ايه يا اخي؟ امال كنت وقعت في ايه؟ في مصيبه؟ في نكبه؟ وقعت في غلطه، حصل سوء تفاهم بيني وبين لولا وزعلت مني. طب وانا هعمل لك ايه؟ عايزك تصلح لي المساله وتخليها ترضى عني. خد بوكيه الورد ده اقدمه لها وراضيها بكلمتين. اسمع، انا هقول لك عقلها بنبهه المعهوده واخليها هي اللي تنزل تعتذر لك. برافو عليك، اهي موجوده فوق في اوضتها. يلا بينا. يلا معايا. استناني هنا على الباب، انا هخش اسوي لك كل شيء. انا معتمد عليك يا راجل. دي حاجه ما تستحملش في ايدي دقيقه واحده بس. Yeah.
ابني مش قلت لك ما استحملتش في ايدها نص دقيقه؟ طب ايه اللي جرى؟ ولا حاجه، انا لسه يا دوبك بنطق باسمك وراحت نازله فيا ضرب. طب وبعدين؟ ولا قبلين، انت تخش يا رمزي تصلح المساله دي بنفسك يا سيبك من البنت دي خالص. سيبني منها ازاي يا استاذ؟ ده انا عملت حكايه التامين دي اوامتها مخصوص عشان افضل جنبها، ده انا بحبها بحبها. ما دام بتحبها استحمل غلبها عن اذنك. مين؟ انا مندوب شركه التامين، تسمح لي اخش؟ لا انا هفك الباب بالمفتاح. مين؟ انا هلال الصنعي. انت هلالة؟ ايه عنيتي، انا بدي اخش انظف الاوضه تبعك. ادخلي. لما انت بتكون هلالي ايش بكون انا؟ الاستاذ رمزي؟ ها؟ افندم. اولا صباح الخير. صباح الخير. ثانيا لا مؤاخذة. العفو. ثالثا بصفتي مندوب الشركة ولاسباب اخرى عايز اعمل معاكي تحقيق. تحقيق في ايه؟ في مسألة شوقي ابن عمك. سين، انت بتفكري فيه؟ جيم لا. سين، بتشوفيه في الحلم؟ جيم لا. سين، مفيش في قلبك اي ذكريات قديمة؟ جيم لا. سين، تسمح لي اقعد؟ جيم لا. سين، انا هروح سوريا ازور معرض دمشق، تيجي معايا؟ جيم لا. سين، انت ما بتعرفيش تقولي غير لا؟ جيم لا. انا ما اقدرش اسيبك لوحدك واعرض الشركة للخطر، انت لازم تيجي معايا. ما اقدرش اسيب بابا لوحده. ما عنده سكرتير بتاعه. انا المسؤولة عن علاجه وصحته. الحب بيسأل ويسلم والشوق هو اللي بيتكلم. ممنوع يا مدمازيل. ممنوع ليه؟ علشان انت مؤمنة ضد الحب والاغاني العاطفية بتشجعك على الحب. خلاص مش ضروري، هروح سينما. سينما؟ ايه كمان؟ ما اروحش سينما؟ لا تروحي بس معايا. ليه؟ بصفتي مندوب الشركة انا اللي لازم اختار الافلام اللي تروحيها، وممنوع الافلام الغرامية. لا دي مش عيشة، دي مش رايحة سينما. مبسوط؟ لا. ليه؟ علشان انا عايز اروح سينما وعايزك تيجي معايا. على شرط انا اللي اختار الفيلم اللي يعجبني. زي بعضه. هلو هلو هلو. انت فين من الصبح يا جرجير افندي؟ انا فين؟ جرجير افندي؟ جرجير افندي ايه؟ انا اسمي اسماعيل، ده اسم سهل ويتحفظ بسرعه. طيب طيب خلاص يا اختي. الله، هبقى اخد بالي في المستقبل. خد خد. الله، انا محضر لك مفاجاه جميله يا اسرائيل افندي. اما اسرائيل افندي؟ انت عاوز توديني في داهيه؟ انا اسمي اسماعيل. بردون بردون، عارف هي ايه المفاجاه الجميله اللي انا محضرها لك؟ لا. هتسهر معايا الليله دي. فين؟ في الاسعاف؟ لا، في كازينو بعلبك. بعلبك؟ ايوه. طب اتفضل. يلا يلا. واللي هنيته
كان سبب غلبي، فاتني ورماني وحد الأحزان والعذاب قلبي، اللي حبيته واللي هنيته كان سبب غلبي، فاتني ورماني وحد الهواني والعذاب قلبي. عارف الراجل ده الساحر الهندي؟ هندي؟ ايوه الساحر الهندي. انت مالك؟ عاوزه ليه؟ ينشرني؟ اديله الكارت ده اوام. تكرم طير. قوم. قوم فين؟ قوم بس قوم، عاوزك. ادي يلا. توديني فين؟ هندي ايه؟ اتفضل قدامي. ادخل. كارت لك يا استاذ. ايش بيه؟ اكون سعيدا لو تكرمت بزيارتي غدا باوتيل امباسادير بحمدون.
هتبقى ايه؟ الفقير كشمير خان. الله، امال فين فايز خان؟ هنا 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 هنا. فين اخوك؟ هنا. ها؟ في الصندوق. صندوق؟ ايوه. يا نهار اسود، استنى. لا. ده انت زمانك بقيت كفت اشيل الراجل المنشار. شيل. سيبه. اسيبه ازاي؟ ده انا اللي بشوفك وباخد بالي منك. اخلص يا جدع. سيبه. شيل. اسيب مين؟ على ايديا. انا اخبرت الشغل يا حيوان. مش احسن ما يبوظ عمرك والمنشار ده يفتح كرشك؟ ما انا قدامك سليم اهو، دي لعبة بسيطة ولذيذة. خش خش. خش فين؟ حل محلي. حل محلك ايه؟ في مجزرة؟ انا عايز اثبت لك انها لعبة لذيذة ولطيفة. خش يا سيدي. ما انا مصدقك من غير ما اخش. انا عايزك تجرب بنفسك. الله. اتفضل. لا خش. لا والنبي. خش. مش ممكن. لا لازم تجرب بنفسك. والنبي ادخل. ادخل والنبي. يلا شوف شوف يا بوليس. الحقوني يا جدع. يمين شمال جدع. طلعوني من المفرمة يا ولاد المؤذية. الحقوني والنبي. دي فكرة مدهشة. انا فعلا عايز اروح اتفرج على معرض دمشق. خلاص نروح كلنا سوا. ايوه بس انا خايف لكون واحد بياكل ازاز ولا بيمشي على الحيط وروح عاملها فيا. لا اطمن، هناك مفيش حاجات منه. طب الحمد لله. انا طالع لحد فوق ونازل تاني علشان نروح كلنا سوا. ما تسألش عن حاجة أبدا. حاضر. امضي خلاص. حاضر. يلا. حاضر. أنا اسمي إيه؟ فايز فوزي. فايز. فايز. فوزي. فوزي. خش جوه. جوه أعمل إيه؟ خش جوه الدولاب. جوه الدولاب؟ أيوه. اعمل ايه جوه الدولاب؟ خش جوه الدولاب. لا بس اعمل ايه جوه الدولاب؟ جوه الدولاب. جوه الدولاب. اسماعيل. اطلع استعجله. حاضر. عن اذنكم. الو؟ من فضلك قول لي مدموزيل لولا هي ولا معاها يسبقوني وانا رايح احصلهم بعدين. الله، هو فين يا اخوي؟ خازوق لكم مستخبي جوه درج ولا بيتمشى على سور الاوتيل؟ ايه ده؟ هو سايبني جواب؟ اسم المدين السيد فايز فوزي، فقط وقدره 20,000 جنيها مصريا لا غير. ندفع بموجب هذه الكمبيالة إلى وتحت إذن السيد شوقي عبد السلام والقيمة وصلتنا نقدا. ياخد واشي خان. حط كمبيالة. حاضر. حاط. طب بس ابعد المتنيل على عيني. ده اوعى. من فضلك فين لولا ورمزي؟ راحوا عالشام معرض دمشق. متشكر خالص. دخل دخل. انت
اكتر اسم ايه عيل معلق لمين يا ماما ايه سلام سلام عليكم سلام عليكم ايه ده انت الراجل بتاع الصندوق نعم اهلا وسهلا والنبي عم الله يخليك انا هربان من راجل شرير عاوز يموتني ممكن تنيمني عندك هنا ايه ده ممكن اتفضل هنا بالصندوق صندوق مين ده اللي هربان من الموت اجي اموت تاني طب اتفضل هنا ايه ده يا خراشي السود انت عاوز تنيمني على المسامير دي كلها نعم ده سريري انا اجيب لك غطا لا غطا ولا وطا اذا كان الفرش مسامير امال الغطا هيكون ايه سكاكين لا يا حبيبي ده شوقي ارحم منك عن اذنك فوتني الليله دي يا ماما يا ماما اقعد تعالى يا بحر اخرب بيتك رايح معرض دمشق اكرم خدني معاك نزلني انت راجل انت نزلني يا عم والنبي تنزلني شوفي ولا حاجة وراه بسرعة بسرعة على زهرة زيك تحرم نفسها من شمس الحب ومن نسيم الحب وتدبل قبل اوانا قصدك ايه؟ قصدي انك تغيري رأيك وتاخدي من الدنيا اكبر نصيب من السعادة انا سعيدة كده من غير حب مش معقول انت بتعندي نفسك مفيش مخلوق يقدر يعيش من غير حب الانسان الحيوان انا انت بتحب؟ تصوري انا اللي مفروض امنعك من الحب وقعت في الحب وقعت في مصر ولا هنا؟ وقعت في مصر وغرقت هنا واللي بتحبها اسمها ايه؟ اول حرف في اسمها اللام لبيبة؟ لا ليلى؟ لا 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 لطيفة؟ جدا لكن اسمها مش لطيفة امال اسمها ايه؟ اسمها لولا لولا مين؟ انتي انا بحبك انتي بحبودك انتي انا فاهمك كويس يا استاذ عايز تمثل عليا دور عشان توقعني في الحب أرجوك غير الموضوع حاضر القلب اللي بسهمك مجروح فين يهرب من ممنوع يا أستاذ ممنوع الأغاني اللي فيها حب أنت بتحرجني عن حب غير المحط فين يهرب من حبك كان ليا حبيب ونسيته غير ما بقاش يخطر على بالي انا قدامك انا خدامك اعتبريني فتى احلامي غير لو تسالي قلبك تلاقيني ويكار غير Bye.
اصل مفيش فايده، العالم كله بيتكلم عن الحب. ما يهمنيش، انا عايشه في عالم لوحدي. اسوق بسرعة احسن يحصلني يموتني. هو مين؟ شوقي. شوقي ابن عمي؟ ابن اللي ابنه بقى. وهيموتك ليه؟ قفشته يا ست في اوضة ابوكي وسرقت منه القنبلة دي وطلعت اجري. اقري النصاب المحتال. وبابا فين دلوقتي؟ معرفش، انا خايف يكون جراله حاجة. سوق بسرعة يا اسطى. Thank you.
صح تخرب بيتنا. قوم قوم يا حبيبي قوم. قوم يا سامح. قوم يا بابا. قوم يا حبيبي. قوم يا بابا. قوم. على ما. قوم يا ابوها. يلا. قريت سيادتك الخبر ده؟ خبر ايه؟ محاولة اغتيال مليونير مصري. حاول احد الاشرار اغتيال المليونير فايز فوزي في الطريق الجبلي بين دمشق وبيروت، وقد اسعف المليونير ونقل القاهرة حيث يعالج في مستشفى الزمالك الاهلي. يا دي المصيبة، انا بقيت معاه اتنين يحافظوا على حياته، كانوا فين ساعة الحادثة؟ لازم يا فندم اهمله في تأدية الوجه. يا دي المصيبة السوداء، انا رايح المستشفى عشان اشوف حالة العميل. من فضلك اوضة فايز فوزي نمرة كام؟ 35 يا انت يا وش النحس. اهلا وسهلا يا زيد. انا سفرت انا سفرتك علشان تحافظ على حياه فايز فوزي. قمت تهمل انت ورمزي في واجبك. انا لازم اربيك، انا لازم انسفك، انا لازم امسحك من الدنيا. ايوه حاسس الحته يا فندم. المساله وما فيها ان لما كنت لازم يا اختي انت حبيبي يا اختي، اسم الله عليك يا اختي. ايه يا اختي؟ ايه البهنة؟ ايه يا رب؟ انت يعني يا رب؟ الله. يا رب انت ايه؟ انا حامل يا اختي. حامل من امتى؟ حامل من دقيقة واحدة بس. ايه يا اختي؟ وايه اللي جابك هنا؟ انا الدكتور يا حبيبتي. يا رب يا رب. لكن انا طبعا صوت طفل بيعيط. العيل اللي ببطني اصله بيعيط من جوه. يا دي الجماعة دكتور والنبي شوف العيل والنبي. يا رب في خطورة على حياته يا دكتور. بالعكس، دي الحادثة الأخيرة رجعت له الذاكرة. لولا بنتي. بابا حبيبي. مديري حبيبي. مالك؟ ثبت من التحقيق ان قرايب حضرتك هم اللي دبروا المؤامره لقتلك علشان يورثوك، والبوليس قبض عليهم. المجرمين الملاعين. انا لازم اكتب كل املاكي لبنتي لولا بعقد بيع شرعي علشان ما ياخدوش مني ولا مليم. من فضلك يا فندم. الجدع اللي اسمه رمزي وصاحبه الجحش. ايوه هم فين دول؟ موجودين هنا. الشركه هتتخذ ضدهم اجراءات شديده لانهم اهملوا في المحافظه على حياتك الغاليه. لا بالعكس، دول هم اللي كانوا سهرانين على حياة الغالية. بنت لولا قالت لي على كل شيء، هم فين علشان اشكرهم. اتفضل. اهلا مدمدل لولا، اتفضلي اتفضلي. مسيح. مبروك يا رمزي. على ايه؟ هتقبض بوليس التأمين على قلبي. ازاي؟ علشان عشان ايه؟ علشان قصد علشان يا اخي خليك حيدي. هو قلبك وقعت مسكين ما قدرش يقاوم. مش بقولك هو في واحدة ست تقعد من غير حب، ست من غير حب زي عربية من غير مطور. يا ترى مين الموتور؟ يعني مش عارف؟ لا ودي حاجة عاوزة شرح. موتور آخرها طور. هو في طور غير حضرتك؟ علي يا عم جد، في وقتك هتبقى جد. جد يعني إيه؟ هتبقى أبو أم ابن بنت حضرتك. أنا مش فاهم حاجة. أصل أنا يا فندم طالب القرب منك في بنتك لولا. كده؟ أيوة دي أحسن مكافأة تقدمها له. الأستاذ رمزي قدامه مستقبل كبير. ما دام ده رأيك أنا ما عنديش مانع. أما أنت يا أستاذ إسماعيل يا جحش. إيه؟ عندي لك مكافأة تانية. لا يا حبيبي أنا مش عاوز حد من قرايبك. أنا حاطط عيني على بنتي سورية، هتجوزها وخلف منها ذرية عربية متحدة. ما دام الأمر كذلك أنا هكافئك مكافأة مالية. إيه؟ اتفضل. هات يا أخويا. ها. 500 جنيه؟ أنا ممنون، أنا مجنون. اتفضلوا قدامي على المأجور. يلا يا أخويا. يلا اتفضل. خد رايح فين؟ مين اللي هيسوق؟ أنا طبعا. لا أنت راجل شقوي يمكن تودينا في داهية. لا ما تخافش أنا اللي هسوق. إيه؟ أوعى. اتفضل. يلا خش. اتفضل. وريني سواقتك بقى.